أنا سميتني حمزة، 28 عام، رجاوي حر، ديما ننسى. حمزة راه من صغرو هو رجاوي، حنا كبرنا في هاد الدار، حنا ولاد مدينة قديمة كبرنا في مدينة رجاوية، تنبغيو الرجا من الصغر. بحال دابا هو رغم السن تاعو 28 عام، بحال عندو بحال الدري صغير دابا مع المعلم مع الوالدة تاعي، بحال تتربي في واحد الدري صغير هو، بهاد المرض اللي فيه هو. كنعاني معاه وليدي، نكذب عليك، أنت ملي عندو عام وأنا كنعاني معاه، وأنا كنعاني والله اللي عوان هادشي اللي كون نهار دوا كون نهار دوا، إلا بطلت ليها الدوا غرا طايح. كنعاني معاه ماشي الرجا هي اللي كتخلي فرح، الا ما كانش الرجا راه كنعاني وصافي. فين ما مشات الرجا كيتبع، فين ما مشيت يمشي ليا الاكادير، ما يخلي فين يمشي فين ما كانت هو تابع. والله يصاوب. بالنسبه لحمزه الرجا هي اي حاجه، هي مصدر السعاده ديالو، مصدر السعاده ديالو باش تخليه فرحان واحد الدرجه ما تصورش، ويقدر ينسى اي حاجه الا الرجا ما ينساهاش. رجاوي بول على بالو وعندو كابيون كاين عبد كاين ما كاينش اللي ما كيعرفوش شي واحد رجاوي تقول ليه حمزه الشوكي ما يعرفوش كلشي. داك الدري الله عمره دار تيموت على شي حاجه سميتها الرجا، شي حاجه الرجا عنده شي حاجه اللي بزاف باش نكونوا كنهضروا على شي موضوع بعيد على الكره وكيجي كيجبد لنا الرجا ديما الرجا. الحمد ديالي نصور اللعابه نمشي نتصور معاهم طيب زبيره